سيدي معالي الدكتور والتي ستساهم لا محالة في إثراء الرصيد المعرفي والتاريخي للسيدات والملتقى العلمي الموسوم بعنوان دور الأئمة ومعلم القرآن رسول الهدى المصطفى عليه الصلاة. كيف يمكن أن نبلغ رسالة الشهداء، رسالة المجاهدين، رسالة الجزائر لأبنائنا والأجيال القادمة؟ لازم نفكر يا إخواني بأن الجزائر مقصودة في تفتيت أسرتها، تشتيت أبنائها. الجزائريين مقصودين باش نفسدوا الأسرة المتماسكة مهما يكون. عدنا أصول في الأسرة، عدنا أخلاق، مازلنا نحافظوا على قيم ومبادئ وتقاليد ورثناها من سلفنا الصالح، من أجدادنا، ورثناها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من القرآن. هي جزء منا ونحن منها، ما نقدرش نتخلوا عليه. لكن هذه المؤامرات ترمي إلى إفساد الأسرة الجزائرية، إلى تفتيت الأسرة الجزائرية. احنا لازم نكون احنا ليهم بالمرصاد. إذا كان معركة التحرير كنا ومعركة التعمير كنا، ينبغي أن نكون أيضا في هذه المعركة اللي هي معركة التنوير، معركة الوعي، معركة يعني حماية أصول هذا البلد.